السلام الله عليكم وبركاته مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقه جديده من برنامج المشهد. في هذه الحلقه نناقش المؤتمر الثالث لتجمع الكفاءات الموريتانيه في المهجر. يسعدني ويشرفني ان استضيف لهذا الغرض الاستاذ محمد الامين واللغظف، عضو مؤسس للتجمع في تجمع الكفاءات الموريتانيه في المهجر، وهو صحفي مهاجر. أهلا بك أستاذي الفاضل. أهلا بك، شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. هذا المؤتمر الثالث لتجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر. لمحة قليلة عن المؤتمر في نسختيه السابقتين، ماذا ناقش فيهما وماذا ناقش في هذا المؤتمر الثالث؟ شكرا، يعطيك العافية. المؤتمر أو الكفاءات، تجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر، هو تجمع يسعى لخلق قاعدة بيانات للكفاءات المهاجرة في المهجر عموما، ومحاولة منه لنقل المعارف إلى صانع القرار داخل موريتانيا. هذا صانع القرار سواء كان نظام، سواء كان أفراد، سواء كان مؤسسة، وخلق الآليات لنقل هذه المعارف. طبعا المؤتمرات السابقة كان أولها موريتانيا وعقولها المهاجرة، وحاول من خلاله أنه يعرف بهذه العقول وأن يتواصل مع العقول والهيئات المختصة بالداخل. الثاني كان ناقش مستقبل التحول الرقمي في موريتانيا، والثالث موريتانيا واقتصاد المعرفة. ناقش أو سيناقش خلال 3 أيام من أمس واليوم وغدا عن مقومات اقتصاد المعرفة والتحديات موريتانيا، اقتصاد التكنولوجيا والابتكار، والكفاءات الموريتانية في المهجر واقتصاد المعرفة، واستراتيجيات مؤسسات التعليم والشركات الناشئة ومسرعات المستقبل. واضح. هذا التجمع عند ما فكرتم في إنشائه، ما هي المعايير التي اعتمدتم عليها لاعتبار هذا كفاءة وهذا غير كفاءة؟ هذه معايير واضحة، توضحها الاستمارة الإلكترونية اللي أي عضو، أي شخص ممكن أنه يدخل عليها، ومن خلال مجموعة من الأسئلة والصفات يتحدد وضعه. نحن نركز على الكفاءات، هذه الكفاءات سواء في مجال التكنولوجيا، في مجال العلوم، في مجال الآداب، في مجال الفلسفة، في مجال كل مجالات المعرفة. تشترط أن تكون كفاءة متحصلة على شهادات عليا، تشغل وظائف، تقدم أو باحثين يقدمون بحوث علمية على مستوى معين. لأن نحن هدفنا، احنا لسنا تجمع سياسي، لا علاقة لنا بالسياسة، لا نسائل أعضاءنا عن توجهاتهم السياسية ولا تخصنا، وإنما احنا ما يخصنا هو الكفاءة العلمية اللي بموجبها يستطيع أن يفيد ويستفيد ويفيد البلد. ونحن هدفنا أن نخلق قاعدة بيانات تستطيع الجهات المعنية اللجوء إليها في أي وقت. أعتقد أن هذه قاعدة البيانات ربما تحققت في المؤتمر الأول وتحققت أثناء إنشاء، ومتحققة دائما وباستمرار، لأنه هو فيه ناس تسجل. تسجل يعني على طول، يعني ممكن الكفاءة تدخل بكرة، تدخل حقل بكرة وعقب بكرة. يعني المسألة مستمرة، نحن نسعى لأن نكون المنصة الوحيدة، يعني هذا سعينا، هذه رسالتنا وهدف من أهدافنا، أن نحقق وأن نكون المنصة الوحيدة اللي تجمع العقول الموريتانية في المهجر، الكفاءات الموريتانية في المهجر كافة. مؤتمركم الثالث عنوانتموه بموريتانيا واقتصاد المعرفة، ما هي أبرز محاولة ناقشتم في هذا المؤتمر، وهل تسعون إلى الخروج بمخرجات مثلا، بخلاصات من نقاشاتكم؟ الأهداف من هذا المؤتمر بصورة عامة، طبيعي نحن في كل مؤتمر نخرج بتوصيات. مثل ما قلت لك، نحن ناقشنا مقومات اقتصاد المعرفة والتحديات الموريتانية، اقتصاد التكنولوجيا والابتكار، مجتمع المعرفة والحكومة الإلكترونية، طبعا كله في موريتانيا، الكفاءة الموريتانية في المهجر، واقتصاد المعرفة واستراتيجيات مؤسسات التعليم والشركات الناشئة ومسرعات المستقبل. هذه النقاشات ستكون مع كفاءات وطنية وجهات كذلك وطنية. المؤتمر البارحة في نسخة البارحة حضروا على ما أعتقد مدير تطوير، أو هكذا العنوان، تطوير الاستثمار في 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 الحكومة في موريتانيا. معناها الهدف من كل هذا هو أنه ننبه للاختلالات، ولكن في نفس الوقت الاختلالات ما تهمنا، هذه الاختلالات مأشرينها فقط من أجل التغلب عليها، لا 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 ما لنا بهدف النقد، وإنما هدف التغلب وسد
الثغرات وتبيان أن اقتصاد المعرفة هو اقتصاد يقوم على الابتكار وعلى أمور جوانب منها تتولاها الدولة، زي الأمور مثل الأمور التقنية، كذلك البنية التحتية، مثل الأمور القانونية، يعني البنية التنظيمية المتصلة بالقانون والشفافية، وكيف الشخص يستطيع أن يطمئن وهو يستثمر، وكيف أنه نساهم وتساهم هذه العقول في تنوير الرأي العام وصانع القرار والممولين، بأنه الاقتصاد هذا الاقتصاد في جانبه هذا ما هو اقتصاد تقليدي، يقوم على الابتكار، يقوم على الإبداعية، يقوم على المعارف تحديدا، هذه توصية وخلق قيمة مضافة. هذه توصية تخرجون بها من كل مؤتمر تقدمونها للجهات الرسمية؟ نحن في كل مؤتمر تقدمونها للجهات الرسمية ونضعها على الموقع الإلكتروني حتى تكون متاحة للجميع. متاحة مثلا ما بدأ التجاوب مع هذه التوصيات والمخرجات مع قياسا على مؤتمريكم السابقين؟ بدأ تجاوب لصاحب القرار سواء كان رسمي أو خصوصي؟ خصوصيا أعتقد فيه بعض الشركات الناشئة استطاعت أن تستفيد، وهي الآن على ما أعتقد عندها مشاريع كبيرة خارجية، يعني تقنية خارجية قادتها انطلاقا من هنا، وأعتقد أنها جزء منها تمت فيه مساعدة تجمع الكفاءات الموريتانية. الجهات المعنية الرسمية بالتأكيد فيه بعض الحديث مع المنسق ومع الجهات الأخرى، لكن هل اعتمد أو اعتمدت أو طلبت هذا ما عندي عنه شيء محدد لحد الآن، ولكن نحن من هذا المنبر نحن تعاوننا متاح وبحثنا متاح وخلاصاتنا متاحة، وحتى هذا التجمع الهدف من هاي قاعدة البيانات تسهيل على صانع القرار أنه ما يبحث كطبيلة، يعني هاي 1500 سيرة أو 2000 سيرة أو 10,000 سيرة لمتقتصين كلهم عنده معروف، ومعروف الحقل اللي يشتغل به والدولة اللي يشتغل بها والمكان اللي يشتغل به وإبداعاته وموقعه، وبالتالي سهل الاتصال به من خلالنا أو من خلال حتى ذاته. يعني حتى يفهم المشاهد، أنتم أبرزوا أهدافكم لهذا التجمع بصورة عامة وخلق قاعدة بيانات إلكترونية تكون متاحة، هذا هو أبرز نقل، نقل نقل حتى تجعلوا الاتصال بذوي الكفاءات متاحة. نحن هدفنا نقل المعارف، نقل المعارف حتى أوضح السؤال يقول لك البعض. أنتم مثلا قلتم إيجاد قاعدة بيانات إلكترونية بالمعارف والصفات لتجمع الكفاءات، صحيح؟ مثلا إذا أرادت السلطات الاتصال بأي مهاجر لكفاءة يمكن أن تتصل به بكل سهولة، لا تحتاج إلى من يدلها على عنوانه ورقمه. لا لا، هذا الكلام يعني ما ماخذ مشروعيته. يعني احنا هذا يقال لك مثلا هذا يمكن يكون هدفا السلطات إذا أرادت أن تتصل به حتى تعرف وين هو وكيف يمكن أن تصل إليه بكل تأكيد. لا لا بالعكس، أنت اليوم تعرف أن المواقع الموثوقة لها سمتها وخصوصيتها ومصداقيتها، صح؟ والحكومة أو الجهات المعنية أو صاحب شركة خاصة حتى هو أي حد يريد أن يستفيد منها يبحث ويستفيد، قالوا هو فيه عالم اللي بشخص تعرف لي شخص عنده اتصال، لا، هو نحن هدفنا من احنا هدفنا مثل ما قلت لك نقل المعلومات والخبرات إلى داخل الوطن. عندنا من خلال إيش؟ من خلال خلق قاعدة بيانات بالكفاءات نفسها. معناها عندنا مثلاً لين افترضوا 10,000 شخص مسجلة، منها 500 خبراء في مجال التكنولوجيا، منها 600 خبراء أطباء، منها 500 مبتكرين، مدراء مؤسسات وشركات عاملة في مجال التعدين، مجال البرامجيات. بالتالي يكون صانع القرار سهل عليه الدخول إليهم، والأسهل منه أنه إذا تواصل معنا الأسهل أن نقدمه له مشورة في هذا، ومن هو المعني بهذه المشورة، من هم الأشخاص اللي ممكن يوصلوا لهذا الشيء. الثاني، حتى إذا طلب دراسة ممكن نوفرها له من خلالك كعضو مع حفظ حقوقك. رائع جدا. أنتم مهمة أن تتعاونوا مع أصحاب الأهداف، أنت تلعبون دور الوسيط بين صاحب الكفاءة المطلوبة منه الخدمة مع صاحب المشروع الذي يريد الخدمة، تلعبون دور الكفاءة دور الوساطة بين طبيعي مجرد ما يسجل هو موجود. وإحنا جاتنا الآن مثلا أنه موريتانيا بصدد
مثلا خلق إطار مالي معين مثلا بضمانات معينة مع شركات معينة، بالتأكيد الشركات لها خبراء، لكن موريتانيا محتاجة مثلا خبراء في هذا المجال، لهم خبرة 20 سنة 15 سنة 30 سنة، قد تكون هذه الحاجة مؤقتة مؤقتة كيف مستشارية إلى غيره، فبالتالي يكون واضح هدفنا هو هذا من هذا المشروع. واضح. فاصل قصير نعود بعده لمواصلة نقاشنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حلقة المشهد هذا المساء والتي تناقش المؤتمر الثالث لتجمع الكفاءات الموريتانية في المهجر، لا تذهبوا بعيدا. قناة المرابطون تعيش معكم يومياتكم وتقف إلى جانبكم، توصل الصوت وتوضح الصورة. تابعوا معكم الجديد عبر نشرات إخبارية مفصلة وموجزة باللغة العربية والفرنسية. كولار ولف سونيك تطوف معكم الوطن بل والعالم بتقارير تعكس الواقع من الداخل ومن العاصمة نواكشوط، تحكي آلام وآمال المواطن. نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات، سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا الرأي العام. نتوخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية. المرابطون، الوطن بكل أبعاده. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في الجزء الثاني والاخير من حلقه المشهد لهذا المساء التي نناقش فيها المؤتمر الثالث لتجمع الكفاءات الموريتانيه في المهجر. ضيفي كما اسلفت الاستاذ محمد لمين واللغضب، عضو مؤسس في تجمع الكفاءات الموريتانيه في المهجر. اهلا بك استاذي الفاضل. اهلا بك من جديد سلمان. هذا المؤتمر الثالث لتجمعكم، بصوره عامه برؤيه اجماليه تقييم مثلا، هل ترون تقدما لتحقيق اهدافكم من خلال هذا المؤتمر؟ ما مستوى تحقيق الأهداف المطلوبة من هذا المؤتمر؟ تأكيد شوف، هو العمل المعرفي عمل تراكمي، لا ما هو عمل قفز، عمل تراكمي يقوم على أولا التعريف، ولكن احنا ننظر لنوع الطرح اللي نطرحه، تأكيد أنه نتقدم في هذا المجال، التعريف بالمشروع، الجهات اللي له تتعاون معاه، نقلوا للمعارف إلى الداخل، طبعا هذا يحتاج بعض الوقت، ولكن احنا نفتخر بأنه حققنا من خلال قاعدة البيانات أهداف كبيرة، هو أن نسجلوا مجموعة كبيرة من الكفاءات الموريتانية السنة الماضية. هل من الرقم تقريبا؟ مثلا المجموع اللي سجل مثلا الباحثين فيه 7%، التسيير والموارد البشرية 19%، العلوم الإنسانية 20%، المسؤولين الإداريين 43%، الطلاب 15%، الطلاب اللي على مستوى عالي ما هم الطلاب العاديين. أنك يكون عندك هذا الكم النوعي في مصنف ومفروز، هذا في حد ذاته تقدم كبير. الشيء الثاني إن وضوح الرؤية والأهداف في نقل هذه المعارف، وإحنا جاهزين في أي لحظة لنقل هذه المعارف. نناقش اليوم موضوع مهم يناقشه العالم كله، اللي هو موضوع الاقتصاد المعرفي. والاقتصاد المعرفي حقيقة سهل إليه تتوفر هنا، اللي هي التعليم والبنية التحتية والأمور القانونية، سهل يقوم على الابتكارية، ما يقوم على الأمور التقليدية، وأنه هذا شوف لك وراعي لي أرهن لي دار وأرهن لي كذا وأرهن لي كذا. هذا عمل في حد ذاته كذلك عمل يحتاج توعية للمهود، لأنه صاحب البنك يحتاج مستوى من الوعي للتدخل في هذه المتاهات. أصحاب مثلا المؤسسات المالية والبنوك اللي كونهم لا يساهموا في التنمية من خلال عدة معطيات، ينبغي أنهم يكونوا واعيين بنوع الاقتصاد اللي لا يمولوا.
الهيئات الحكومية نفسها والهيئة كشيء منظمة ينبغي أن تكون واعية أنه نوع من الاقتصاد، نوع من الاقتصاديات ينبغي توفير بنية معينة، ينبغي توفير قوانين، ينبغي توفير قضاء ناجز، ينبغي كل هذا يساهم في أنه الاقتصاد المعرفي يتبلور وتكثر الاستثمارات في البلد. واضح. هل يمكن مثلا أن تلعبوا دورا استشاريا حتى للجهات الرسمية وحتى الخصوصية مثلا طبعاً. تقترحوا مثلا مشاريع تنموية ربما تساهم في الارتقاء بمستوى الابتكار، مستوى التكنولوجيا، حتى مستوى الاقتصادي، مثلا تكوين في مجالات الاستثمار في مجالات متعددة، يمكن أن تلعبوا هذا الدور؟ هل هو ضمن أجندتكم؟ هل ناقشتموه هذا؟ طبعا احنا طالما أجندتنا منها نقل المعرفة فهذا يعني بالضرورة، لكن هذا عنوان فضفاض نقل المعرفة، هذا يعني بالضرورة ان موجودين لنقل خبراتنا اللي عندنا الى داخل الوطن بالأطر اللي يراها تراها الجهات مناسبة، جهات حكومية، أفراد، هيئات، مؤسسات، تلفزيون، مؤسسات تكوين، بالطرق اللي يراها اقتراح المساهمة في 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 دراسات استشارية أو دراسات لأنشطة مدرة للدخل أو دراسات تكنولوجية حسب الدراسة وحسب الجهات، كل اللي في المشروع متاح إنه يلعب هذا الدور ومفتوح. هل تلقيتوا مثلا دعوات حتى اللحظة من أي مؤسسة ربما خصوصية من أجل التعاون معكم وتقديم استشارات في مجالات ربما ينقص فيها الخبراء في موريتانيا؟ مثل ما قلت لك أعتقد، وهذا مجرد اعتقاد لأنه هذا الموضوع يبقى ضمن اختصاصات محددة، مثلا في ناس مسؤولين عن جانب التكنولوجيا، في جانب مسؤولين عن كذا، في منسق للمشروع، في هذا أعتقد أنه فيه مثل ما قلت لك ذكروها البارحة في إنه في جانب إنه فيه شركات الآن شباب فازوا بمشاريع تقنية اللي في فرنسا وجهات ثانية من هنا من داخل هذا البلد من خلال استشارات لهذا المشروع، من خلال وعلى كل حال الموضوع مفتوح وفيه بعض، لكن ماني حاسم فيه، فيه بعض التعاطي مع جهات عديدة داخل البلد منها جهات رسمية في هذا. ذكرت مثلا نسبة 7% من أعضاء التجمع في تكنولوجيا، صح؟ باحثون 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 تسيير والموارد 19% مثلا. عندك أرقام، عندك 7% من التجمع هذا رغم ربما يكون كبيرا إلى حد ما، مثلا يمكن أن تقترحوا يعني استراتيجية ربما في مجال التكنولوجيا، في مجال التسيير؟ أكيد. تكون دراسة كبيرة موجزة تقدمونها هذه الجهات؟ إذا ما كلفنا، إذا ما كلفتم لا يمكن أن تبادر. لا أنت لا تنسى أنه الشخص هو في هذه الكفاءة هو مشغول مشغول صحيح وعنده صحيح. عمله وعنده جهاته، لكن هو مستعد يعطي. فإذا طلب مثل ما قلت لك من استشارة أو طلب من دراسة أو طلب بعد توفير الآليات أو بتكوين الجهات أو تكوين الأشخاص اللي أنا هنا أعني استراتيجيات ودراسات ربما يستفيد منها من أراد الرجوع إليها. مثلا في موريتانيا الدراسات القائمة على المعطيات الواقعية في مجالات معينة ربما محدودة، مثلا يمكن تقدموا في هذه الدراسات تكون موجودة متاحة رقميا. هذه الدراسات مثل ما قلت لك تحتاج أيوة. تحتاج آليات. احنا باحثين صحيح. احنا مجموعة من الكفاءات في الخارج، احنا مستعدين لنعطي جهدنا من وقتنا من خبرتنا. استاذ ياك يعود التجمع عنده دور مبادره، يعود مبادره لحد ما تقترحون الاستراتيجيه، تقترحون خططها وتتقدمون بطلب للتمويل من جهات ممكن في المستقبل. اعتقد ان هذا ربما سيء ممكن، لان احنا هدفنا تسريع التنميه في داخل بلدنا من خلال نقل الخبرات والمعارف، وبالتالي كل ما يمكن ان يؤدي الى ذلك نحن على استعداد. مثلا هدفكم نقل المعرفه، سؤال ربما يكون عنده طابع شو نقل المعارف اللي نتمتعوا بها. ايوه صحيح. مثلا مهاجر عنده خبره ومعرفه في مجال معين يعمل خارج الوطن، يتقاضى راتبا كبيرا، هل يمكن مثلا اذا حصل على راتب من اقل منه في وطنه يمكن ان يعمل فيه نقلا مساعده في نقل المعارف؟ هذا يبقى مطروح خيار شخصي. هو الغربه صعبه، غربه صعبه صحيح، بل انه ممكن بنصف الراتب، بنصف الراتب. لكن احنا ما هدفنا انه يرجع، احنا هدفنا ينقل معارفه وخلاص، معارفه نستفيد منها. هذا هو المهم، والاخر يبقى قرار شخصي له. يبقى قرار شخصي يعني انا اهم عندي تنقل لي معارف، اهم استفيد منها من وجودك انت ربما هنا، تخليك تساهم والكفاءات تساهم في الخارج، تعرف بالوطن حتى كل شيء، وتساهم ماليا صحيح صحيح، عائدات ماليه سنويه معتبره، ماليه سنويه معتبره، ومن خلال منشآت تنشئها هنا وشركات وغيره. فبالتالي هذا هو المعرفه، نقل المعرفه اهم من نقل فرد، لان نقل المعرفه معناها اتساع قاعدتها،
20 فرد 10 افراد 15 فرد، اما مشيك انت وحدك هذا يبقى قرار شخصي، خاصه انه بعض المجالات بعض الناس يفضل تطوير ذاته والعطاء بشكل كبير على العطاء بشكل محدود. مثلا هل حتى اللحظة ما زلتم تعانون من نقص في التعاطي، نقص في الدعم، ترون أنكم إذا لقيتم من الدعم ما هو أكثر يمكن أن تقدموا؟ طبعا 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 احنا نتمنى على الجهات المعنية سواء في الدولة والنظام وكذلك المؤسسات الفردية والمؤسسات المالية والمؤسسات الاجتماعية أنها تتعاون معنا لخير هذا البلد، واحنا لسنا جهة سياسية، احنا لا رب لا للسياسة ولا اننا معنيين بذيك المراد والمبادرات وغيرها، احنا مجموعة من الكفاءات في مجالاتها تشهد لها المجالات اللي تشتغل فيها خارج موريتانيا وتصنيفها ضمن هذه المجالات بأنها كفاءات مميزة. هدفنا انه ننقل هذا التميز الى داخل الوطن من الناحيه القانونيه من الناحيه التكنولوجيه كل نواحي المعرفه اللي نحن عندكم كفاءات فيها، عندنا فيها كفاءات. هل تقدمتم مثلا بطلب ربما تمويل لاعداد مشاريع ودراسات، هل تقدمتم بطلب انكم ما زلتم تنتظرون من يبادر ويطلب منكم؟ على مستوى التنسيق المنسق وربما يكون هو أدرى شخص بهذه الأمور، لديكم منسق عام يعني مكلف بهذه. أيوة مكلف بهذا بالتأكيد، هو عنده الجهات المعنية اللي اتصلت، لكن ما لدي إن في جهات من جهات علمية كالجامعات وغيرها وكذلك جهات مالية تواصلت مع المشروع، وبالتأكيد تواصلت لطلب إما لطلب خبرات أو استشارات أو لتحضير أشياء في المستقبل. أنتم حتى اللحظة التجمع الوحيد الذي يمثل الكفاءات المهاجرة. إحنا لا نمثل أو لا نمثل، يعني هذه هم حاصل فيها لغط. المهم توضحوا هذا. حاصل فيها لغط. واحد يقول لك كيف تقول تأخذوا هذا العنوان الكفاءات الموريتانية؟ ربما يكون هناك كفاءات ما انضمت لكم تعود مظلومة. ما هي مشكلة. لأن ما انضمت لكم ما تعتبر كفاءات. الكفاءات الموريتانية في المهجر مد بين قوسين. مد معناها مند. اللي مد اليد اللي هو داخل ضمن هذا الحيز، ممكن تقبض الكفاءة الموريتانية في المهجر زد ما يعني شيء يخصك، هو اسم اسم احنا فعلا سعيين. مثلا اللبس هذا يحصل انك عندك تجمع مثلا تجمع لا نمثل كفاءات موريتانية في المهجر، ربما لم ينتسب لكم كفاءة ويعتبر غير كفاءة لانه لم ينتسب لهذا التجمع. لا 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 نحن نمثل من ينتسب لنا، وهنا لا نمثل فكر ولا ذقها، ما يخصنا، نمثل في جانبه العلمي، جانبه الكفاءة، جانبه العلمي، جانب الكفاءة اللي هو فيه. عندنا هذا فلان ولا فلان مواليد كذا من جهة كذا يتحصل على الشهادة 1 2 3 4 عنده التكريمات في مجال كذا، عنده اختصاص كذا، يشغل الآن كذا، صفة خبير، صفة تقني، صفة كذا، صفة هذا موجود ومصنف عندنا. الباحث الفلوني في مثلا فلان الفلوني في المكان الفلوني في فرنسا وفي أمريكا أو في كذا أو في كذا أهلا به وسهلا، ويعتبر من ضمن. لسنا معنيين بغير الكفاءات أولا ولا نمثل حصرا كل الكفاءات، لكن نسعى لأن نكون المنصة الوحيدة. هذا سعينا وحقا حقكم طبيعي. نسعى لأن نكون المنصة الوحيدة لتجمع الكفاءات الموريتانية والمهجر اللي مسجلة فيها كل الكفاءات الموريتانية والمهجر، ونسعى لأن تكون لدينا مكاتب إقليمية في أمريكا وفي آسيا وفي غيرها تمثل هذه وضح الكفاءة. الوقت أشرف على النهاية، إذا كان لديكم كلمة أخيرة أو طلب يمكن أن تقدموا، الوقت انتهى. كلمة أشكر على كل حال، ونرجو فقط ونسعى أنه الجميع يمد لنا يد العون في هذا الموضوع، وهدفنا مثل ما قلت نقل المعارف والاستفادة. نقل المعارف مجردة يعني. نقل معارفنا وخبراتنا، نقل معارفنا وخبراتنا بما يخدم تنمية هذا البلد. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد أمين الأغلاف، عضو مؤسس في تجمع الكفاءة الموريتانية المهجر، كنتم ضيفنا في حلقة المشهد المساء. شكرا جزيلا لكم. شكرا. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتي والإصغاء، إلى أن يضمني وإياكم لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج المشهد. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.